هاي ما منطقة؟ منطقة مجمع الغدير سكن. المن عايدة؟ عايدة البرطلة. معاناتكم؟ الحمدانية ناحية برطلة. الحمدانية قضاء؟ قضاء الحمدانية ناحية برطلة. نعم. ايش قصاركم بلا مي؟ والله العظيم احنا مرات كل 12 يوم وخاصة فصل الصيف. عطل كهرباء ماكو، مشروع عطل بالسلامية ماكو، وهذا الحجج وعبالك احنا محاربين. هسه درجة الحرارة بالخمسين فوق الخمسين. والله بالخمسين فوق الخمسين خير ما بينا ما يسبح باليوم ما ينقع جسمه. زين زين الأطفال الكذا الأطفال هذاكم مسدودين ايش يسوي لهم؟ قذارتهم بكلينز بهذا وهذا ينظفوهم. ايش قصاركم يعني حاليا من انقطع المي؟ انقطع المي؟ ايه؟ 12 يوم ويجينا كل ست ايام، يوم السابع يجيبونا، واذا ماكو عطل يا ستار يا سر ربي بس يصير عطل تراب يقولون صار خلل فني. ها مجمع ما صغير ولا لا. بيت بيتين فوق أربعة. فوق الالف بيت يا فوق الالف بيت. ايش عايشين هسه؟ والله عايشين على التناكر. منين يجيبون هاي التناكر؟ هالق من البياره بابار التوازي يجيبونا. نظيفه معقده؟ لا 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 بدون تعقيم ولا تنظيف ابد. للشرب 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 شرب وغسل كل شيء. طالبنا بالشوارع بالمياه بالكهرباء كل شيء ما عندنا، صار لنا 5 سنوات هنا. الله وكله كل 10 ايام قطره مي ما عندنا. هسه وديك على البيت اذا بيها مي اشتري انطيك. انا عائلتي زدت زيتهم على بيت اهلهم بس مي قصه مي ماكو. شارع يوميا يجينا واحد مسؤول هنا اجيب لكم شارع. قبل الانتخابات يجيبون لنا شويه حصو تيكله يقشمرون علينا ويروحون. ادري احنا عندنا نواب عندنا مسؤولين عندنا حشد عندنا كل شيء. احنا اي واحد نروح نطالبه يقول انتم متابعين لاي قضاء، احنا تابعين منه يهود احنا بس قول لي تمام له لا ما عندنا اي شيء اي حقوق ما عندنا. ابو بلديه راشر يجي يدق الباب انطيني فلوس، ابو الماء يجي انطيني فلوس. زين احنا لا شايفين ماي لا شايفين شيء ماكو اي شيء. سمحت لي هذا مجمع كبير يعني يسولفون تقريبا 1000 بيت فوق ال 1000 بيت 1000 عائله واحتمال تمام كل بيت اكثر من عائله اكثر من عائله. ايش مدبريها بهالحر؟ مدبرينها على التناكر. انت تعال هسه فد شويه تعال شوف كل تنكر كل شويه طاب تنكر. هذا التنكر نظيف؟ ما نظيف ما نظيف. يجينا من ماي طوب زوا من هنا كله ابيار مي مر مي مر يعني شرب بزر نشربه ابيار كله. حصل مي نص المي هذول الاطفال يعني ايش مدبرين؟ والله مدبرين ايش يسوون؟ ايش يسوون خطيه؟ دحق اطفالنا كلهم دايحين داق بالشوارع، ماكو لا كهرباء لا شيء ما عندنا كل شيء ما عندنا. احنا 4 مجمعات ما تابعين لاي خارطه من البلديه من الموصل. لا شوارع، لا ماي، لا كهرب، لا خدمات. بلديه تجي تفتر علينا بفلوس. كل بيت 5000 دينار. احنا بالعراق لو خارج العراق؟ لا احنا بالعراق. بنينوى لو خارج؟ بنينوى، بس سهل نينوى مظلوم. ليش؟ سهل نينوى مظلوم، 4-5 مجمعات مظلومين. شو وقت الانتخابات يجوني تعال يقعدوا هنا ويجمعونا ونسوي لكم هيك ونسوي لكم شوارع ونسوي لكم كهرباء ونسوي لكم ماي ونسوي لكم مجاري. وين المجاري؟ وين الكهرباء؟ وين الخدمات؟ نحن نجي على قضيه المياه. لا عندنا ابيار. يعني البارحه اجانا المي، صار له 11 يوم. 11 يوم جانا المي ونحن ابيار ما عندنا. تجي تطب على برطله يا اما تطب الحمدانيه يا اما بعشيقه. المي تفيض بالشوارع. تفيض بالشوارع، تيجي هنا لنا من يصير وقت السرة يعطل المشروع، كهرباء تنقطع. زين هاي الناس وين تروح؟ شو تسوي؟ منين يجيبون ماي للاكل، الشرب؟ والله عمي انت انت لو تحضر يوم ماكو مي، الطب التناكر، التنكر التانكي ب 5000. يعني اقل عائلة انا عنده ماكو ما عنده راتب. انا عندي راتب ما احكي لنفسي. انا عندي البقية اللي ما عنده البقية اللي ما عنده ماكو معاش ياكل، يروح يشتري مي. يا اما كهرباء يقعد لي بهذا الحار. زين شنو دور مدير ناحيه برطله؟ يلا ميزانيته وينه؟ وين ميزانيته؟ هسه احنا عندنا حقوق عند الدوله. زين احنا من تهجرنا لحد اليوم ترى هذا وضعنا.